توترات سياسية شديدة تحدث في المنطقة، في سوريا وليبيا، تونس، مصر وباقي دول المنطقة التي تعاني عدم الاستقرار، وذلك للعديد من الأسباب التي يجب أن يكون هناك المهتمين بها الذين يبحثون فيها من الدارسين والعلماء والمختصين في كافة المجالات والميادين، وأن يصلوا إلى تلك الحلول التي تحقق استقرار شعوب المنطقة والحياة الأفضل والبعد عن أعمال العنف والانفلات الأمني، وأن يكون المواطن مهدد في حياته، في بيته، في عمله، في يومه، وإنما نريد أن يكون هناك الأمان، الاستقرار، الحياة التي يحياها مثل باقي شعوب العالم المتقدمة المتحضرة، يمارس سياساته في وطنه، يحصل على حقوقه، يؤدي واجباته، يقوم بما يستطيعه من عطاء وفق الإمكانيات وقدراته وما توفر له دولته ومجتمعه في العالم. هذا هو الذي تنشده شعوب المنطقة، وإذا حدث خلل وهذا لا بد أن يكون متوقع مثل أي شيء في العالم، يكون هناك تدارك له، علاج، حل، ولا تترك الأمور إلى أن تتفاقم إلى يمكن السيطرة عليها. وهذا هو ما حدث من الانفجار الكبير في هذه المرحلة التي نعيشها اليوم.